أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية عن تحركات مصرية فاعلة بالتنسيق مع الحكومة للمشاركة في عمليات إعادة إعمار سوريا والعراق وليبيا وتنمية الصادرات المصرية لأسواق هذه الدول. وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد أن خطط الاتحاد تتضمن تنظيم معارض لإعادة إعمار تلك الدول بداية من فبراير المقبل. سيادة السفير، هناك من يتحدث أننا حقيقة في معركة بناء المستقبل وصناعة الأمل، هل برأيك هذه التحركات مهمة الآن وفي هذا التوقيت؟ هي مهمة جدا أستاذة أمل، وفي هذا التوقيت بالذات، لأنك لو انتظرت حتى تستتب الأمور وتحدث اتفاقات سلام ستكون متأخرا. فالتحرك في هذه المرحلة أولا يعطيك قدرة على التأثير والتوغل في الأسواق المنشودة وإدارة أو المشاركة في إدارة عملية إعادة الإعمار، والأهم أنه يبعث برسالة أمل في خضم هذه المعارك والصراعات القائمة، أننا بنتجه نحو تسوية النزاعات، سواء كنا نتحدث عن ليبيا أو سوريا أو العراق أو اليمن أو لبنان أو فلسطين. نحن قريبين من التسوية في العديد من مناطق النزاع، وشركتنا لابد أن يكون لها موقعا متقدما، وفي هذه المرحلة بالذات حتى نستطيع أن نعطي للعالم القدوة ورسالة الأمل المنشودة، ولشعوبنا التي عانت عبر 7 سنوات متصلة من الحروب والنزاعات، أن الكل يسعى من أجل الاستقرار وإعادة الإعمار. وأمل يا أستاذ أمل هنا أن احنا ما نسعاش فقط لإعادة الإعمار كبنى تحتية، ولكن إعمار سياسي، اتفاق على مبادئ تحكم العلاقة بين دول الجوار والدول الإقليمية المتوغلة في حقوقنا زي تركيا وزي إيران، أن يكون الإعمار إعمارا سياسيا، التزام بحسن الجوار وعدم التدخل في الشأن الداخلي، ميثاق شرف للتعايش في منطقة شهدت صراعات بسبب توغلات ومؤامرات سواء كانت إقليمية أو دولية، ويكون إعادة الإعمار في البنى التحتية جزء من هذه المنظومة، منظومة إعادة الإعمار السياسي والبنيوي.